فين ربنا ده؟ طب لو ربنا موجود ينزل، طب لو ربنا موجود يتكلم معايا. هنا بيقول الذي يفزع ويرتعد كل شيء من قدام وجه قوته. كنت الأول بستهين بيك وبأسخر بالوصايا اللي دهاني والدي الصالح والبار، وكنت فاكر ان انا ما فيش حد يقدر يقف قدامي، لكن اكتشفت في اواخر حياتي ان انا فقدت سلامي الحقيقي وحياتي الحقيقية وابديتي اللي بتنتظرني. فارجوك يا ربي يعني تقبل رجوعي اليك، لانها لا تحد عظمة عز مجدك ولا يدرك غضب رجزك على الخطاة. اكتشفت انك انت مجرد بتكره الخطية يقف الخاطي في حالة مرارة. مش ممكن انسان يكون سعيد وعايش في الخطية. الخطية تدي لذة مؤقتة سريعة وتتحول هذه اللذة الى مرارة ان لم توجد التوبة فيضيع الانسان. وغير محصاة ولا مدركة رحمة إرادتك. أنت وعدت يا ربي بالخلاص، وأنت المبادر بخلاصي. أنا ما أقدرش أطلع فوق، لكن أنت تنزل إلي وتديني وعود صادقة وأمينة إن رجعت إليك أتمتع بالأبدية اللي أنت بتوعدها لي. الحقيقة تغيير عجيب دخل فيه منسى الملك بعد ما شاف مرارة الفساد وتجاهله لإله آبائه وتشبثه برجاسات الوثنية والعبادة الأصنام، وكان يظن أنه أسعد كائن على الأرض ومحدش هيقف قدامه. النهاردة بعد ما داء ازاي يرجع لربنا، شعر انه غير مدركة رحمة ارادتك او وعدك الالهي. انت الرب العلي الرحوم طويل الروح كثير الرحمة وبار ومتأسف على شر البشر. انت جميل يا رب ولذيذ، خلقتني على صورتك ومثالك وأنا أفسدت هذه الصورة، ومليش عذر في الفساد اللي أنا عشت فيه. وأنت لازلت يا ربي الإله السماوي العلي في العلا، الطويل الروح الكثير الرحمة البار والمتأسف على شر البشر. أنت حزين عليا، أنت مش محتاج لي، وممكن تحكم علي زي ما انا عايز او تسيبني والخطية هي اللي بتضيعني وافقد ابديتي، ولكنك انت متأسف حزين لانك اب وابوتك لا تقبل ان ابنك يعيش في هذا الفساد الى الابد.